أعلنت قيادة عمليات بغداد عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين بتفجير انتحاري في جميلة. وقالت القيادة في بيان إن الحادث ناجم عن قيام انتحاري بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف، وذلك في أسواق منطقة جميلة بمدينة الصدر بالعاصمة بغداد. وذكرت مصادر طبية أن الحادث أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين.